السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه بنقسمها هنا او بنتكلم عليها حلقه من الكونسبت مهمه جدا. الناس لازم اللي شغاله مع الداتا ان جنرال والداتا وير هاوس لازم يكون فاهمينها. الحلقه دي بنتكلم فيها على حاجه اسمها السيرجت فيرسس ناتشرال كي. السيرجت كي او الناتشرال كي او برايمري كي ده بحس في ناس عندها خلط في المفهوم بتاعهم. يعني احنا ليه اصلا عندنا حاجه اسمها سيرج كي؟ وهل السيرج كي ده هو البرايمري كي؟ طب هل هو الناتشرال كي؟ فلقيت ان في لخبطه كده، وقلنا لازم نعمل فيديو كده خفيف نتكلم فيه عليه، نتكلم عن الموضوع اهوت ونشرحه ونشرح فائدته. طيب الاول قبل ما نبدا نتكلم عن ايه هو السيرج كي والبرايمري كي، تعالوا نقصر الموضوع، اصلا نبص على الموضوع من فوق شويه. في حاجة اسمها Entity Identification. يعني ايه Entity Identification؟ يعني انا دلوقتي عندي عندي Entity. Entity دي قد تكون Table مثلا، Customer Information، Customer Profile، Usage، ايا كان. ال Entity دي لازم يبقى في column او في زي Attribute. Attribute ده هو بي Identify ال row او التيبل ده هوت، يعني او هو بيصير ايدنتيفاير التيبل وهو اللي بيدنتيفاي كل رو. طيب فبالتالي الكونسبت او الحته او النيدز جت ان احنا محتاجين لكل تيبل او كل انتيتي ايدنتيفاير. طيب حاجه كمان، الايدنتيفاير ده بيستخدم في ايه؟ ان احنا ندستنجويتش بتوين او نفرق ما بين كل رو واللي بعد، كل انستنس من الداتا دي. يعني انا عندي تيبل كاستمر بروفايل، كاستمر بروفايل ده كل رو ليه لازم اعرفه عن اللي قبله، فبالتالي محتاج له ايدنتيفاي اقدر اقول الكاستمر ده بيه. تمام؟ اوكي. طيب ناخد مثال هنا اهوت. دلوقتي انا عندي كاستمر، الكاستمر ده ايه؟ كاستمر بروفايل ليه اي دي وليه نيم بير ستيت وليه جندر. طيب دلوقتي انت لما تيجي تقول او تيجي تكويري الكاستمر بروفايل، الاي دي بتاعه ايه؟ هو الاي دي بتاعه ده هو هو الايدنتيفاير بتاعه. يعني هي اي دي جاي من ايدنتيفاير اصلا. يعني الايدنتيفاير بتاع كاستمر 1 مثلا مصطفى مثلا يختلف عن كاستمر علي عن محمود، كل واحد ليه اي دي مختلف. طيب ففي الاخر احنا بنتكلم هنا ان احنا بنتكلم النهارده عن الايه، الانت ايدنتيفيكيشن. طيب نيجي نتكلم بقى، الناس والله شغالين في المجال عملوا او قالوا ان في نوعين من الايدنتيفاير، نوع اسمه سيرجت كي ونوع تاني اسمه ناتشرال كي. طيب بسم الله كده اول حاجه نقولها ان الاثنين، حد يقول لي هو الاثنين ينفع يستخدموا از ايدنتيفيكيشن للتيبل؟ يعني اقول لك اه، يعني الاثنين ممكن يستخدموا از برايمري كي، اه ينفع عادي. طيب انا هنا قايل في اول حاجه على اليونيكنس، انا قلت يس السيرج كي اه، والناتشرال كي موست كيسز. يعني هنتكلم على الحته دي بعدين، بس عشان الناس بتساعد بتقول لك ان بتقول يعني ان السيرج كي ده هو ينفع يسمى از برايمري كي، بس الناتشرال لا، الناتشرال ممكن يسمى از برايمري كي، وفي يوز كيس كتير جدا بيسمى از برايمري كي. فمش هي دي الفرق بينهم. يعني لما تيجي تفكر كده، الفرق ما بين السيرج كي والناتشرال كي مش ده يونيك وده مش يونيك، لا الاثنين يونيك. اوكي. طيب نيجي النقطه اللي بعدها بقى، السيرج كي ده عباره عن ايه؟ ناس بتقول لك ارتفيشال. ارتفيشال يعني ايه؟ او سيستم جنريتد. يعني هو ما يعني ملوش معنى، هو ماشين جنريتد. يعني هو الماشين بيطلع رقم كده او سيكونس اوف نمبرز، كاونتر مثلا انتجر او لونج ايا كان او سترينجز راندوم، بس المهم ان هو ايه؟ سيكونس اوف نمبرز او سيكونس اوف سترينجز او ايا كان او كاونتر سيكونس. الكاونتر ده طالع من الماشين، سيستم جنريتد. طيب لكن الناتشرال، الناتشرال ده بزنس كي. بزنس كي يعني ايه؟ حد يقول لي مثال، اقول لك مثال. لنفترض عندنا في مصر مثلا، احنا عندنا اللي هي زي الاي دي اللي هو البطاقه المصريه، عندنا فيها نمبر، رقم بطاقتك مش عارف 1 2 3 4. الرقم ده المفروض ان هو يعني بنسبه تخط، يعني ممكن تكون 100% هو يونيك لكل مواطن مصري. يعني مفيش مواطن مصري ليه اي دي زي التاني. نفس الكلام لو بنتكلم على الامارات، البطاقة الهوية في الامارات نفس الكلام. نفس الكلام هنا في اوروبا مثلا، تلاقي مثلا بلو كارد بتاعك عليه رقم من ورا، الرقم ده بيبقى مختلف، مش هيبقى دوبلكت مع حد تاني. طيب ف كنقطة هنا بيسموا بقى الاي دي ده ايه؟ بزنس كي. بزنس كي يعني هو ليه معنى، يعني الاي دي ده هوت
في كيسز كتير برضو، غالبية الدول يعني بيبقى ليه معنى. يعني الرقم ده لو انا عايز اسيرش مثلا على الرقم ده، فانا الرقم ده ليه تقسيمة ما يعني بيتجاب بيها، فاقدر اكون منه الاي دي ده اهو. فهو بزنس كي ليه معنى، او ليه معنى تجاه البيزنس. لكن السيرج كي لا، مش معنى تجاه البيزنس، هو مجرد ارتفيشال كي البيزنس بيستخدمه، بيطلع من الداتابيز او من ماشين عشان نسيكونس او يعني يبقى كولوم للروز دي. طيب كبزنس مينينج، احنا قلنا السيرج كي مش اي بزنس مينينج، لكن ال السيرج كي دازنت هاف بزنس مينينج، لكن الناتشرال كي لا، ليه بزنس مينينج وليه مهم جدا، وناس كتير بتستخدمه كمان في السيرش، وهو مفيد جدا لناس كتير جدا في كبزنس يعني. طيب الكونسبشوال ديزاين، دي نقطة مهمة جدا. انتوا فاكرين لما اتكلمنا على نقطة مهمة جدا، الا وهي ان احنا عندنا حاجة اسمها كونسبشوال ديزاين. حلو، الكونسبشوال ديزاين ده بقى عندي موديل، الموديل ده بقى ليه لوجيكال موديل او كونسبشوال موديل ديزاين، بعد كده بنترجمه لفيزيكال ديزاين. طيب السيرج كي مش بارت من الكونسبشوال ديزاين. يعني انا مثلا لو جينا ناخد المثال اللي فات، الاي دي مثلا، الاي دي ده هو موجود اصلا في الكونسبشوال ديزاين، هو بارت من الكونسبشوال ديزاين، بنيجي نديزاين الناتشرال كي وبنحطه في التيبل، تمام. طيب لكن السيرج كي، السيرج ده مش اصلا مش بارت من الكونسبشوال ديزاين، مش بارت من السورس داتا. يعني عايزين نبسط الموضوع، يعني ايه الحته دي؟ يعني السيرج كي هو مش موجود في السورس داتا، ده اديشنال كولوم بيتم بيضاف في الكيس بتاعتنا، لكن ناتشرال كي لا، هو بارت من السورس داتا. طيب الكرييشن، قلنا الكرييشن بتاع السيرج كي هو من داتابيز او سيستم، باش من داتابيز سيستم ايا كان سيستم، ماشي. لكن الناتشرال كي هو انا حاطط هنا سيت اوف كولومز فروم ذا داتا، فروم سورس داتا. ليه انا عايز سيت اوف كولوم وبين قوسين اس؟ ان ممكن في بعض الكيسز يبقى الناتشرال كي بتاع مثلا حاجه معينه هو كومباينيشن بين تو كولوم. بمعنى هديكم مثال في التليكوم، قلناه قبل كده في حاجه في التليكوم اسمها السيل اي دي مثلا واللاك اي دي، ماشي، وشرحناهم قبل كده، ماشي. ساعات بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاثنين مع بعض ككومباينيشن يونيك، لكن السيل اي دي ممكن مثلا يتكرر يعني ايه يعني على اكتر من لاك، لكن السيل واللاك نمبر لوحده ممكن يتكرر عادي، بس السيل واللاك مع بعض ما يتكرروش، يعني ما فيش سيل ولاك ليهم نفس النمبر. حلو، فده المقصد، وممكن نشوفها في اكتر من مثال تاني يعني، بس في دماغي دلوقتي المثال بتاع التالت. طيب نجو فورورد، نختار ايه؟ يقول لك، بيقولوا مثال مشهور جدا، بيقول لك ان كل ما بتاخد معلومات اكتر معدل كلمه الديبنس بتزيد معاك في الاجابات. يعني كل ما حد تعرف معلومه اكتر، في حد يسالك سؤال تقول له ايه الديبنس، دايما ما تعرفش الاجابه واضحه، لان انت بتبقى عندك انبوت كتير في دماغك مش عارف تجاوب على حسب الكيس. وهي فعلا الكيس بتاعتنا هنا هي على حسب الموضوع، يعني ايه امتى اختار ايه واليوز كيس بتاعتها ايه. طيب انا هنا مش برجح حاجه على حاجه، بس هنشرح مميزات وعيوب كل واحد، وفي الاخر هندي افضليه لكيس معين. طيب نبدا هنا، ايه الكيسز او ايه الفاكتورز اللي بنقول هي ان انا هختار عليها السيرج كي ولا الناتشرال كي. اول حاجه النيتشر اوف ذا داتا، شكل الداتا عامل ازاي، هل الداتا دي فيها حاجه يونيك مفيش حاجه يونيك، شكل الداتا دي بيفرق معاك انك تختار الكلام ده. الداتا بيز او الداتا هاوس بلاتفورم، في بلاتفورم بتفرق معاك، لا والله النظام ايه وضع الكولوم اللي انا اعمل عليه سيرج كي في الداتابيس دي، هي بتجنريت ازاي الايفورت بتتم في الاندكسنج والكلام ده، لا والله احنا اصلا ما بنهتمش اصلا بالسيرج كي ولا فرق معانا الكلام ده، مش مهتمين اصلا بحاجه اسمها سيرج كي زي الكيس مثلا 5 بس، يعني ايا كان. طيب برضو الجروب اللي هيستخدموا الداتا دي من الديفلوبمنت او من الدي بي اي، ساعات بيبقى على حسب هم بيعملوا ايه هو بيفرق معاهم الحته دي، يقول لك لا احنا والله عايزين عايزين لا النيتشر كي، احنا بنفضل ده ما بنفضلش ده، فدي بعض العوامل يعني. طيب نيجي بقى النيتشر كي، ايه ميزه النيتشر كي؟ طبعا انا هنا مش حاطط كل المميزات وكل العيوب، صعب جدا انا في فيديو 10 دقائق ولا ربع ساعه اشرح فيه كل التفاصيل دي، بس هو ان جنرال ان من مميزات الناتشرال كي ان هو ليه بزنس مينينج، زي ما قلنا رقم الهويه او رقم الاي دي المصري او اي رقم في البطاقه ليه معنى. يعني ما اعرفش مثلا لو بدا ما اعرفش بواحد، ده معناه محافظه كذا، اتنين ده مش عارف ذكر او انثى، ليه معنى بالبزنس بشكل ما يعني. الحاجه الثانيه انك انت مش محتاج تضيف، دي الميزه الاولى اللي قلناها. الميزه الثانيه مش محتاج تضيف كولوم زياده على الداتا بتاعتك، فانت بتسيف سبيس الداتا بتاعتك، اوكي. طيب العيوب، اول حاجه ان ممكن
يتغير اوفر ذا تايم. طبعا مش بتكلم هنا بقى عن المثال بتاع الكاستمر بتاع بطاقه الهويه او الرقم القومي، بس بقول ممكن في بعض الامثله البيزنس يغير الاي دي ده، يعني اللوجيك بتاعه يتغير. لنفترض مثال كده، مثلا انك انت بتستخدم حاجه مثلا كاستوم اي دي ليه سيكونس او ليه شكل معين، وانتوا عاملينه ناتشر مش سيرج كي، وجاي البيزنس بعد فتره غير الطريقه دي، قال لك انا عايز اضيف مش عارف حاجه بتاع، فالناتشر كي في الحته دي بيبقى كيس يعني تريكي شويه. فانا لو انا حاسس ان البيزنس ممكن ان حاجه ممكن تتغير في يوم من الايام، يبقى ما ينفعش استخدم الناتشر كي. المينتنس بقى، طب انا عايز ابديت في حاجه وعايز اعدل في حاجه، المينتنس بتاع الناتشر كي صعب طبعا، لان انا الناتشر كي مش جنريتد من الماشين، فانت اللي بتعمل التعديل بنفسك. حاجه تانية احيانا ان هو بيستخدم، ممكن يكون بيستخدم مور سبيس، يعني احيانا مثلا افترض انا عندي اي دي كبير جدا بعمل على الاندكس، والاي دي ده مثلا 30 رقم مثلا، حلو، في ظل ان انا اصلا ده عندي مش محتاج ان انا يبقى عندي كاركتر يعني كولوم من 30 رقم، وممكن يبقى عندي مثلا كولوم انتجر مثلا افترض او لونج ماكسيمم مثلا، وهو هيكون صغير مثلا ويشيل الكلام ده، او في كيس الناتشرال كي ساعات بيبقى كومباينيشن بين تو كولوم هم الناتشرال كي، فدي برضه بيصعب الدنيا شويه، بتحتاج مور سبيس في الكيس دي. احنا بنقول الكيسز يعني. طيب السيرج كي، طيب السيرج كي ان جنرال، هو ستيبل، يعني هو خلاص طالع من الداتابيز ستاندر، ما فيش اي تعديل فيه، يعني بيزنس عايز يعدل مش هيعرف ان دي ماشين جنريت. ايز تو مينتين، عايز ابديت عايز اعدل، هو الداتابيز بتمنتين الحته دي. ليس اي او ريكوير، انت مش محتاج اصلا ساعات تهيت اصلا الاي او كله، ان الداتابيز نفسها هي اللي بتجنريت الكي دهوت، وهي اللي بتمنتين الكلام ده برضه. جارانتي تو بي يونيك، انا عايز ارجع حته دي مهمه جدا انا ما قلناهاش في الناتشرال كي. في احتمال، بنسبة ما ان الناتشرال كي مش يونيك، يعني مش بتكلم على مثال الهوية، ممكن مثال مثلا السيلولار، ممكن يحصل في كيسز ما يعني حتى صغيرة بس ممكن تحصل، لكن السيرج كي جارانتي مش هيحصل، دوبليك دي مستحيلة. طيب سيمبل كيس ستراكشر ليه ستاندرد، اللي هو شكل واضح ما فيهوش اي حاجة ممكن تتغير في يوم من الايام فيه. طيب الكونس بقى ايه المشاكل بتاعته؟ ملوش بيزنس مينينج، يعني انا عايز اجيب الكاستمر ليه صيغه معينه او ليه مثلا مواصفات معينه، انا مش عارف ايه واحد انت بعض، مش بيدي عندي اي سنس او كومن سنس للداتا. في ظل ان انا لو عندي مثلا اي دي الاساسي، لا ابقى عارف ان انا ممكن افلتر مثلا اقول لايك كذا هيديني كل الذكور كل الاناث حسب البطاقه الهويه يعني، فممكن يحتاج مو جوين يعني. اكسا كولوم ادد، خد بالك ان احنا بنقول ان احنا بنزود كولوم على الداتا، التاني ناتشر كي موجود اصلا في سورس الداتا ما زودناش كولوم. اكسا اي او لما نيجي انسيرت ابديت للداتا، ان هو بيقعد يعدل الحته دي الدابيز يعني. طيب حلو، انا كنت المفروض ان احنا كنا مخططين ان احنا خلاص هنهي البرزنتيشن هنا، بس وانا بقلب كده شفت اجابه على السكوير فلو عجبتني، يعني الشخص اللي صاغها صاغها بشكل حلو جدا، يعني حد بيقول له احنا دلوقتي شغالين في الداتا وير هاوس، احنا الكور بتاع الداتا وير هاوس، بيقول له انا بستخدم داتا وير هاوس وعندي دايمنشن عندي فاكت، انهي المفروض استخدمه ناتشرال لو عندي ناتشرال ولا سيرج كي؟ فالاجابه قال له انا هديك شويه ريزونز انت ليه تستخدم سيرج كي. فاول حاجه الاستابيليتي، قال له انك تشينجينج كي من بزنس، لو انت استخدمت كي ممكن يستخدم من البيزنس ده، ممكن يؤدي انك انت افكت ده بتاعتك، لكن انت سيرج كي هو كاتب هيرلي بس يعني نسبه صغيره جدا ممكن يتغير، حلو، ولو اتغير حد عايز يغير صيغته هيتغير ده بس كلها، فهي يعني بيهيفير واحد يعني. اوكي فبالتالي ده اهم نقطه قالها الاستابيليتي. النقطه الثانيه الكونفنشن، بيقول لك ان الكونفنشن بتقلاو اللي هو السيرج كي بيقلاو يو انك انت تستاندردايز البرايمري كي كولوم بتاعك. كاكاديميك كونفنشن ريليتد لي، بنتكلم على السيرج كي من ماشين جنريتد، ده نوع الداتابيز هتلاقي دايما في ستاندرد كده لشكل البرايمري كي بتاعك، حلو، طبعا زي ما قلنا ان كل داتابيز بتمانجها بشكل خاص بيها يعني، حلو، بدل ما يبقى عندك اكتر من كولوم انك انت يبقى محتاج كل كولوم ليه شكل معين ليه صيغه معينه للايه للبرايمري كي، ماشي. السبيد هو بيقول برضه في الحته دي هو ديبند على البرايمري كي فاليو والتايب وكده، هو السيرج كي اوف ان انتجر مي بي سمول اند فاستر تو اندكس اند سيرش، هو بيتكلم هنا ان جنرال طبعا، وانا هنا بكلم ان جنرال، في بعض الكيس ممكن تختلف بس ان جنرال هو بيقول لك في الداتا وير هاوس عندنا دايمنشنز وعندنا فاكت بنسمي سيرج كي كتير جدا، وهو الاساس عندنا، حتى لو تفتكر ما كنا على الدايمنشن تايبس والانواعها كان معظم الاوقات بنتكلم على سيرج كي،
في الغالب يعني. طيب اخر نقطه قبل ما نختم هنا، هل لو انا عندي سج، في ناس عندها خلطه ملتي بارت، هل انا عندي سيرجت كي يبقى لازم ريموف الناتشرال كي؟ لا، يعني هي دي غلطه مهمه جدا. لا، السيرجت كي لما بيتضاف لتيبل احيانا بيبقى في عندي ناتشرال كي زي ما هو، وانا بضيف سيرجت كي للتيبل بس يعني زي ما قلنا الاسباب اللي فاتت دي، بس مش معنى ان انا اضيف سيرجت كي فامسح ناتشرال كي بالاساسي يعني، او يعني امسح المين مثلا. لو عندي مثلا افترض ان اللي هو رقم الهويه مثلا، هل او رقم البطاقه، فانا مش محتاج امسح رقم البطاقه لو انا عندي كي تاني، لا بنخلي الاثنين عادي عشان بس النقطه دي قد تكون فيها خلط يعني. طيب احنا كده خلصنا الجزء ده اللي شرحنا فيه الفرق ما بين السيرج كي والناتشرال كي. اتمنى تكون وضحت، اتمنى يكون الفيديو سهل. اشوفك بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.